تجميل البشرة والتخلص من التجاعيد من المواضيع التي تهم قطاعاً عريضاً من الناس خاصة النساء. وفي هذا الإطار تستخدم حقن البوتوكس على نطاق واسع، وكثيرات لا يفضلن الحقن ويبحثن عن بدائل. وبالفعل تمكن الصيدلي الكندي من أصل عراقي دكتور موفق تكريتي من تطوير بديل عن البوتوكس باستخدام مواد تعمل على تحفيز تصنيع الكولاجين للتخلص من التجاعيد، وقد تم تكريمه من جهات علمية في كندا. أرحب بضيفي عبر سكايب من مدينة مونتريال الكندية، خبير الأدوية والصيدلي موفق التكريتي المتخصص في مجال العناية بالبشرة وصاحب عدة ابتكارات دوائية في مجال المستحضرات التجميلية الطبيعية. نلتقي في حوار عن ابتكاراته وعن صناعة الأدوية في القارة الأمريكية ورأيه في دواء كورونا. نبدأ مباشرة بالترحيب بدكتور موفق. أهلا وسهلا دكتور موفق. أهلا بك، أهلا وسهلا، تحياتي. تحياتي لك. في البداية دكتور، ما هي تفاصيل هذه المستحضرات الطبيعية التي يعني قمت بتطويرها للتخلص من التجاعيد، وهل بالفعل تغني عن البوتوكس؟ أخي الكريم، أولا شكرا جزيلا. ثانيا، إحنا ابتكرنا طريقة عمل، يعني تركيبة الكريم اللي الآن يعني سوينا عليه تجارب يعتمد على أساسين. الأساس الأولي هو وصول المادة الفعالة إلى الخلايا المطلوبة، وهذا يسمى بالعربي، يعني التعبير العربي عنه، التوافر الحيوي أو البايو افيلابيليتي. فهنا أنت من تخلي هاي المادة الفعالة على الجسم، على البشرة، هذا راح يوصل ويؤدي وظيفته، لأنه هنالك مواد توصله بالكريم، توصل هاي المادة الفعالة إلى الخلايا المطلوبة، اللي هو هذا يسمى البايو افيلابيليتي، اللي هو التوافر الحيوي. لذلك أنت عندك مثلا الأدوية أهم ما بيها هي الأفكتبنس، التأثير المفعول، هذا أهم ما عندنا إحنا موجود. تأخذ حبة أسبرين ما تفيدك، يعني ما تعطيك نتيجة، معناها ما مسوي شيء أنت. طيب دكتور، يعني ما هي المواد المستخدمة في هذه المستحضرات، وماذا تفعل بالضبط من أجل التخلص من التجاعيد؟ خليني هسه أنا جهزت لك أنه عندك كريم يوصل المادة الفعالة إلى مكان التأثير في الجسم، هاي أولا، وهو هذا من أهم مضامين علم الصيدلة. الشيء الثاني، المواد الفعالة نفسها عبارة عن أكثر من مادة فعالة، وهذه مجموعها هو أكثر من المجموع العددي، يعني 1+1+1 مو يساوي 3، يساوي 4 أو 5. ليش؟ لأنه أنت من تأخذ مثلاً، أفرض خلنا نعطيك مثال بسيط، باراسيتامول ويا أسبرين، إذا كل واحد يسكن واحد بس من تخليهم اثنيناتهم ينطيك تسكين 3 وليس 2. هذه البروسس، هاي الطريقة احنا نسميها في علم الصيدلة السينرجزم. الترجمة العربية لها هي التآزر. فأنت هنا يعني أنا عندي مادة تحفز تصنيع الكولاجين، عندي مادة تقلل حركة الأعصاب، يعني مثل البوتوكس، بس البوتوكس يشل الأعصاب، هذه لا، تقلل حركة الأعصاب. وعندنا مادة أخرى اللي هي الهيالورونيك أسيد، اللي هي عبارة عن توصل إلى الأخاديد، إلى يعني التجاعيد، وتمليها بهاي المواد، تستعمل في عيادات التجميل يسموها فيلر، تنضرب أبر
وذي فل هاي المكانات فرأسا تنتفخ وترجع مثل كأنها طبيعية. إحنا لا، عندنا هايلورونيك أسيد يوصل إلى هاي الأخاديد. مجموع البروتوكولات هذه تسوي نتائج مختلفة متطورة متفوقة. وهنا هو السر. طبعا انا ما راح اقدر اقول لك ايش دكتور، يعني ما هي المواد التي اعتمدت عليها في تطوير هذه المستحضرات؟ انا سطيتك لضيق الوقت، يعني نريد اجابات محدده حول هذه الاسئله من فضلك. يعني انا مو ممكن طبعا اقول لك كل شيء، تعرف شلون، بس انا دا اعطيك يعني ماده تقلل التفاعل، يعني الرياكشن مال يعني العضله، فالعضله ما تتحرك كما هي، تتحرك اقل، فهنا راح ياثر كثير على التجاعيد نفسها، لانه اصلا هو البوتوكس شو يسوي؟ يشيل هالعضله، فبعد ما تتحرك، مما تتحرك يعني التجاعيد خلاص تختفي. نعم، احنا بالنسبه لنا من يعني البوتوكس يعني يوقف العصب فيقلل من او يمنع انكماش الجلد، هذا ما افهمه. انت الماده البديله او الماده التي المواد التي تستخدمها تعطي نفس النتيجه ولكن بدون وقف العصب. نعم، وبعدين انا عندي مواد مساعده اخرى قلت لك، يعني الماده اللي تساعد في تصنيع الكولاجين ذاتيا، يعني الجسم هو نفسه يصنع كولاجين، بس مع الوقت مع الشيخوخه مع زياده العمر هاي القابليه تقل، فانا شو اسوي؟ انطي محفز حتى يخلق هذا الكولاجين. طيب دكتور، هل بالفعل هذه المستحضرات تعد بديل عن البوتوكس والفيلر، تؤدي إلى نفس النتيجة، وهل حصلت على اعتمادات من جهات علمية في كندا أو الولايات المتحدة؟ احنا بالنسبة ان كمؤسسة يعني كشركة النتائج هي اللي شو اسمه، بس طبعا الشركات الكبيرة العالمية تسوي نتيجة مثلا على مستوى افرض 200 شخص او 300 شخص او حتى بالنسبه للادويه يعني بالالاف، ولذلك الدواء يكلف كثير، بس بالنسبه للعنايه بالبشره احنا متطلباتنا اقل من الادويه، لانه اولا يعني بدون سميه، احنا موادنا بدون سميه، يعني تصنف في تصنيف الـ 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 انه هي عنايه بالبشره وليست دواء، يعني مستحضرات طبيعية دكتور. طبيعية أكثر موادها طبيعية، نعم. طيب دكتور، هل تقدم لنا يعني نصيحة للجمهور من خلال معرفتك بهذه المواد الطبيعية واستخدامها في إنتاج وتطوير هذه المستحضرات؟ تنصحنا بالاعتناء بالبشرة، كيف؟ ما الذي يمكن أن نفعله في المنزل؟ ما المواد التي يمكن أن نعتمد عليها إن كان هناك أغذية تساعد؟ أنت أولاً عندك النظافة، بعدين التعرض للشمس، هاي التعرض للشمس يعني مادة يعني هي الشيء الأساسي في تدهور نوعية البشرة وتسبب مشاكل كثيرة، فأنت محتاج أنه تستعمل دائما مرطبات وتستعمل دائما اللي هي المرطبات، اقصد بها المويسترايزرز، يعني النساء طبعا مرطبات معروفه، نعم اي اوكي. ف اولا، وثانيا عدم استعمال مواد ما تدري شو تحصلها او نوعيتها او كذا، تدري الكوزمتكس شيء والعنايه بالبشره شيء، يعني الباودر هذا الميك اب والكذا هاي مسائل يعني من تكون نوعيتها مو زينه تاثر تماما على البشره وعلى ديمومتها وعلى صحتها. هل يعني المشكله في النوعيه، نوعيه استخدام الميك اب يمكن ان تؤثر على البشره، ام ان استخدام الميك اب او المكياج
بشكل مستمر في كل الأحوال حتى لو النوعية جيدة تؤثر كذلك على البشرة؟ نعم الميك اب ما عدا بعض المواد اللي هي انرت يعني مو فعالة فقط هي تغطي يعني تغطي المشاكل يعني تخفي المشاكل وليست انما يعني هذه كلها مواد بها معادن يعني سميتها عالية وتأثيرها عالي. نعم المواد الطبيعية على أن تكون علميا لأن الطبيعة بها أشياء زي مثل ماذا دكتور سريعا مثل ماذا مواد طبيعية مثل ماذا يعني مثلا ألوفيرا اللي هو الصبار الصبار نعم. يسلموا اعذرني يعني إذا ولا يهمك دكتور هذا من المستحضرات أو المواد المهمة استخدامها للعناية بالبشرة. طيب إذن دكتور نريد أن ننتقل معك للحديث عن صناعة الأدوية في القارة الأمريكية وفي هذا الأسبوع كما ذكرنا في بداية الحلقة الحديث عن إنتاج دوائين لعلاج كورونا. ما أهمية ذلك برأيك ورأيك في يعني هذا الأمر؟ هل ينذر أو يؤذن بانتهاء الوباء قريبا؟ يا سيدي أنا بالنسبة إلي أنا متربي يعني صار لي 50 سنة في المهنة فأنا بالنسبة إلي هذا يوم عيد حقيقة يعني انتصار الإنسان على الفيروس وانتصار الصح على الخطأ. تدري اللي طلع يعني هنالك موجة عارمة من التشكيك يعني وما أعرف ليش ما أعرف شنو السبب. احنا كعنصر بشري كفصيلة الله خلقها جربنا الطب لمئة سنة وشفنا الفرق يعني الآن شلل الأطفال الآن اختفى تماما وبدأ يرجع في المكانات اللي بدأوا يقاطعون هذه اللي اعتقدوا أنه تطعيم هو عبارة عن مؤامرة والمؤامرة كذا وقاموا يسمون أسماء يعني ما معقولة يعني أريد أفتهم إحنا في حرب مع الفيروس أنت تقف مع الفيروس ضدي أنت يعني دكتور أنت ترى اختراع أو ابتكار هذين الدوائين هو انتصار للعلم انتصار للبشر على الفيروس للبشرية نعم انتصار للعلم انتصار للطب انتصار للصح على الخطأ. هل يعني دكتور تتوقع أن تكون هذه الأدوية بمثابة ما فعله مثلا دواء تامي فلو مع إنفلونزا الخنازير في وقتها؟ سيدي الكريم احنا كلنا عشنا رعب اسمه الايدز صح ولا لا؟ صح. في دول على أساس تطلع من الخريطة نهائيا بلا ما نذكر الأسماء. وين الايدز الان؟ تسمع بيه؟ ليس كثيرا. ذاك اليوم احنا كنا عايشين في رعب ما ادري انا جنابك كم عمرك اذا عشت هذا الرعب ولا لا. انا عشت هذا الرعب. يعني القاره الافريقيه كانت مقبله على 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 الزوال البشر هنا. يعني عاصرنا في البدايه يعني في بدايه عمرنا بالفعل كان هناك قلق كبير. طيب الدكتور بالنسبة لهذه الأمور وهذا التشكيك الذي تحدثت عنه الآن في الولايات المتحدة وربما في كندا وأوروبا كثير من الناس وفئات كثيرة تطالب بعدم فرض التطعيم عليهم وتشكك فيه بشكل أو بآخر. إن كنا نتحدث عن العالم العربي هناك بالفعل تشكيك ربما لأننا بعيد عن العلم والابتكارات. ماذا بشأن هذه الفئات في الدول الغربية ومنها أطباء منهم أطباء؟ أولا هذول الأطباء يعني مع احترامي قسم كبير اتضح أنه ممرخصين وقسم منهم اتضح أنه أطباء بياطرة. زين الشيء الثاني احنا بدنا نتحول الان من العلم الى السياسه. من بدنا ندخل في عدة هاليز هذه احنا بدنا ندخل بالسياسه. انطيني برهانك البينه على من انطيني برهانك البينه على من ادعى واليمين على من انكر. هنا اليمين
منطلقه من الساحه. ما في بينه. يعني الان لكي ينزل لقاح بينات، يعني لو تشوف الضوابط شو اسمه صناعه الدواء، يعني ضوابط وكانه يعني كل الطرق مسدوده. يعني انت يا اما ما بالالاف لازم انت عندك متطوعين، وهذا هاي المليارات اللي بدها تنصرف على المتطوعين، نعم، كلها بتجيب لك نتائج. انت دكتور يعني مع العلم بشكل كبير وضد اي تشكيك في العلم، وربما بالفعل النتائج والدراسات التي تنشر ونتابعها دائما في تقف معك في هذا الصف وفي هذا الجانب. دكتور، أخيرا نتحدث عن جانب إنساني. جعل دكتور موفق التكريتي معروفا على مواقع التواصل، كل ذلك بسبب صورة لك وأنت تبكي أمام بعض الآثار العراقية أو في متحف للآثار العراقية. ما علاقة الأدوية والعلم بالفن دكتور موفق؟ اثنيناتها يحملها الإنسان بعواطفه، بمبادئه، بطموحاته، بأحلامه، بوطنه، بذكرياته. أنا إنسان مثلي مثلك، أن أكون عندي علم أو طب أو صيدلة أو حتى يعني تاريخ، هذا لا يقلل من إنسانيتي، وقد ممكن أنه يحفز الإنسانية. لأنه إحنا الآن يعني حينما تدخل في الخطوط، يعني كنت أين يا دكتور ولماذا بكيت سريعا؟ كنت طالع من غرفة نمرود اللي هي مجوهرات تضاهي مجوهرات كارتييه وفابرجي وأحسن مجوهرات بالعالم، ومجوهرات عمرها حوالي 3000 سنة، وكنت جاي من برا، والإنسان العراقي اللي داخل حروب وحصار ومبين البؤس عليه بعد باقي لسه موجود. فكان قدامي أشورفانيبال اللي يقول أنا ملك العالم. يعني الصورتين هل قد بعيدة عن بعض؟ يعني لا يمكن أن ما تحرك كل عواطفي، ما أقدر تسيطر على نفسي حقيقة، خاصة أنه أنا عندي عشق عميق للعراق بسبب دخولي على التاريخ الرافديني المذهل. شكرا. المذهل فعلا. والمشكلة أنه هذا التاريخ الرافديني ما معروف عندنا كعراقيين. يعني أشكرك على هذا الحوار المهم دكتور موفق التكريتي، نموذج لأحد العلماء في العرب الناجحين في الغرب. شكرا جزيلا لك دكتور موفق، وأعتذر منك عن ضيق الوقت. أشكرك على هذا اللقاء. تسلم. ممنون جدا. ممنون منكم. شكرا جزيلا. مشاهدينا نواصل معكم، وبعد الفاصل على ماذا استند القرار البريطاني الغريب بشأن السيجارة الإلكترونية. نلتقي دكتور جمال بصهي حول هذا الموضوع.